الهوت دوج او اللقانق الاثنين زي بعض بس حسب الحجم، نفس مكونات اللانشون بس بنضيف عليها لحمه مفرومه. اه وطريقته طبعا بنعمله بس واحد واحد. البيض دايما نحب نحط السوائل الاول عشان يمشي الخلاط. بيض وزيت والجبنه برضو. النشا والدقيق. وبنضيف معانا اللحمه والمرقه لو حابين، بس ده نسلكها شويه. ونضيف له برده لون لو حابين، هو باللحمه بس ممكن نضيف له لون. اوكي. المرقه اتنين مرقه. برضه قلنا اللي مش حابب مرقه ما يستغنى المرقه او يحط. انا مره عملته بدون مرقه فكانت خالصه من البيت، فبعمل فخلاص حطيت ملح وتوابل من عندي وخلاص الدهن. مش هقف يعني. برضه نفس التوابل اللي بتدي له طعم. بابريكا حبهان بودره ثوم بودره بصل. بس نضربه. ده بقى تلاقيه تقيل بقى في الضرب شويه. برضه بنكمل تقليبه بايدينا لما كله يتقل في بعضه. يعني لو طلعت لكم حته لحمه في النص خير وبركه. ما هو لحم كله. هنا بقى السوسيس بيبقى صغير، معلقه واحده، معلقه واحده كفايه. معلقه بناخدها. معلقه واحده صغيره. وتحاولي برضه انت تطلعيه، طلعي الهواء منه. وتلفي زي البونبونيه كده. ممكن طبعا مش كل ده هناخده. وبعدين في ورق ألمونيا، ما ينفعش نعمل ورق ألمونيا على الأكل مباشرة. نحط ورق ألمونيا يبقى زي البونبونية. نحكم الغلط بتاعها كويس عشان الناس متغلطش. اوكي. تمام. اهي البونبونية. الهوت دوج بقى معلقتين كده محترمين. ماشي. نفس الطريقه بس الكميه تبقى اكبر، فبالتالي بيطلع اكبر واثخن. نفسه عشان ما يفرقعش منه. وبنحط برضو في المايه المغليه ساعه ساعه وربع برضو معاه. بس ناخد بالنا منه بقى نقلب فيه.